السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم حندير لي سيجار ماسلين. بديت بالحشو هو الاول، درت 3 كيلة تاع الكاوكاو محمص ومرحي متوسط مع نص كيلة تاع السكر ومغرفة صغيرة تاع السمن ذايبة. ولا عندك مارغارين ديري مارغارين. شمخت بالماء زهر يجي براسك كيما الحشو تاع البقلاوة كيما راكي تشوفي. من بعد كنت جبت الديول قسمتهم على زوج، ندير حربوش في نص الورقة هذيك ورولي ونصير مليح كيما تولي صيري مليح بايجي كرقاق وباهين. وهنا كنت لصقت كنت درت شويه تاع فرينه مع شويه تاع الماء ولصقت بها هكا. ندير حربوش ونرولي الورقة ونزير مليح ندير لاكول هذيك، سينو الا ما عندكش ديري بياض البيض ثاني تصلح. من جهة واحدة اخرى كنت سخنت الزيت على نار متوسطة ونقليهم فيها، نديرهم شوية بيان دوغي يجيو بزاف هايلين ومقرمشين، مام يقعدو الغدوة يبقاو مقرمشين. هكا حاجة تخدميها في الداخل مرتاحي تشيها من برا، تكون على يدك وشايفة واش دايرة فيها. بعد ما طابو نقطرهم في الكسكاس ومن بعد نحطهم ديريكت في العسل. انا العسل ما زدت له والو، الا شفتيه شويه ثقيل دفيه برك وديريهم فيها. حمريهم هكا خليهم يريحوا شويه في العسل حتى 20 دقيقه هكا كله. بعد زيني بواش تحبي، سوا جلجلان سوا شويه تاع الكاوكاو مرحي. انا كنت قطرتها من العسل وكنت زينتهم بشويه تاع الجلجلان على حواشي، سينو ديرهم شويه كاوكاو يجيو بزاف بنان بزاف هايلين يجيو مقرمشين حتى ويقعدو الغدو يبقاو كيما راهم. ما بقى لي غير نقولكم شهيتكم في الجنه، تهلاو في رواحكم. السلام عليكم.